مساء الفل يا عم طيره. زيدان ابن الناس كويسه. يا اهلا يا اهلا. انا جيت ابص عليك وحمش على طول. لا تمشي، ده ايه ده، انت وحشني وحش السنين. اقعد ارتاح يا حبيبي، اقعد اقعد. اللهم صل على النبي، ربنا يزيد ويبارك. كله من خيرك يا عم طيره. ها تشرب بق الشاي ده ولا جدد البراد؟ لا لا مش عايز اشرب اي حاجه. ما هو باين يا حبيبي، ريحه باينه. ربنا يتوب عليك منها. امين يا رب. عارف يا عم طيره انا جيت هنا ليه؟ عشان تشوف المحل اللي اشتغلت فيه وانت صغير، عشان تشوف زمانك اللي فات. لا امال ايه؟ جيت عشان ادور على حد، حد اقعد معاه وما يكونلوش مصلحه عندي. ما لقيتش غيرك يا راجل طيب. ده انت شاير ومعبي، بس انا هروق لك دماغك ايه بشويه بن حلوين قوي. وماله؟ ادي البن وادي الكنكة، ونعمل بقى المعايرة بتاعتها. بن بيجيلي من بلاد بره مخصوص، اللي بيجيبهولي عارف ان انا كيف بن. بن مرتاحش الا لما اشرب كل يوم منه اتنين تلاتة اربعة، على قد يعني صحتي يعني ما تجيبني بن. انما ايه